في كشف جديد لتجاوزات بعض المؤسسات التجارية بحق المستهلكين، تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط كميات كبيرة من الأطعمة المتلاعب بتواريخ صلاحيتها والمعاد تصنيعها في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية بمبنى مستأجر في ولاية بركان، ومن ثم توزع المنتجات على أكثر من 15 منفذا في المراكز التجارية. تمكن طاقم طبي بالمستشفى السلطاني من إجراء عملية جراحية نادرة تتمثل في استئصال جنين داخل جنين لطفل يبلغ عمره 4 أشهر، وتعد هذه الحالة نادرة الحدوث على مستوى العالم لكونها تتم في ظروف استثنائية. حذر بنك مسقط عبر حسابه في تويتر من رسائل وإعلانات الاحتيال، داعيا إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية.